اذا كنت صحيا بخير، العلاج بشكل بسيط ايه حاجة اسمها الرويال جيلي. الرويال جيلي اللي هو غذاء ملكات النحل. غذاء ملكات النحل ده من ضمن الحاجات اللي تدي باور وطاقة ونشاط وحماس وحيوية، وخصوصا الناس المتجوزين بقى، يا بختكم لو خدتوا الحاجات دي. طبعا مش هقول لكم بقى ايه اللي هيحصل. يعني دي كده يا جماعة نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة، اتكلمنا عن العلاج. طبعا الحاجات دي موجودة في الصيدلية باسم غذاء ملكات النحل اللي هي رويال جيلي، موجودة في اصناف كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى، وفوائدها عديدة جدا. لكن طبعا احنا بنفضل الحاجة الطبيعية، يفضل تجيبها من عند اي منحل او اي شخص تثق فيه. شكرا ليكم، كان معكم دكتور احمد عطية الدهشان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بصحة وعافية.